المكتبة الصوتية بكنيسة ماري جرجس والأنبشنودة بجيرسي سيتي تقدم عزة قداس الأحد 9 برمهات المبارك الموافق 18 مارس سنة 1990 لجناب الأب الورع القمص أنطونيوس راغب، وهي عن تفسير إنجيل المرأة السامرية. تليها عزة الاجتماع العام مساء نفس اليوم لقداسة أبونا أنطونيوس راغب، وهي عن الصليب. بسم الله الاب والابن والروح القدس الاله الواحد. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته الان وكل اوان ولداء للدهور امين. ربما لاحظت الوقت ان احنا في حد النص، نص الصيام. لاحظت من ان احنا يعني القداس بتاعنا اتاخر شويه، ومن ان الناس كتير بيتناولوا، بس برضو انا اعرف ان في ناس لسه ما صاموش. من ناحيه الكنيسه اللي ما صامش اللي مش هيصوم مش هيقدر نناوله في الاسابيع اللي جايه، بل اللي صايم بس هو اللي هيتناول. بس برضو لفائدتكم الروحيه المفروض نبتدي نصوم ونسمع كلام الكنيسه، لان اللي ما بيصومش يبقى مكسر كلام الكنيسه، واحنا مش عاوزين نكون في هذه الخطيه. بكره ان شاء الله عيد الصليب، بكره باذن الله عيد الصليب، وفي قداس في الكنيسه من الساعه 8 ل 10 صباحا، وفي دورة الصليب في الصباح من الساعة 8، والنهاردة عشية عيد الصليب قبل الاجتماع العام. في الاجتماع العام هنبتدي الساعة 6 بالعشية، وبعدين موضوع الاجتماع العام. وما ننساش برضو اجتماعات الشباب يوم الجمعة، كل أنواع الشباب مدعوين للاجتماع. النهاردة خدنا بركة كويسة من تفسير الإنجيل باللغة الإنجليزية لفائدة أولادنا وبناتنا الجيل الشاب، اللي لازم ناخد بالنا منهم باستمرار، ولازم نوريهم ان هم اعضاء في الكنيسه، وان الكنيسه مهتميه بهم اهتمام شديد. يوجد في الكنيسه مكتب للخدمات الاجتماعيه من زمان، ده موجود لكن طلبوا مني النهارده ان انا انبه عنه، وده بيساعد في امور شؤون الهجره، الناس اللي لهم شويه مشاكل في حكايه الهجره، والناس اللي ما عندهمش وظائف او جايين جداد بيحاولوا يدينهم وظائف، وبيساعد برضه في المشاكل الاجتماعيه. نرجو انكم تصلوا من اجل نجاح هذا العمل، ومن اجل ان ربنا يدي قوه وحكمه وبركه للقائمين بهذا المكتب. النهارده حد النص، وحد النص بنقرا فيه انجيل المراه السامريه. وانجيل المراه السامريه هو اطول انجيل يقرا في كل احد السنه، ما فيش حد من احد السنه انجيله 42 ايه زي الانجيل اللي قريناه النهارده، لانه الإنجيل بتاع نص الصيام اللي هو نص الربيع الروحي بتاع الحياة الروحية. في الأسبوع الماضي كان الموضوع عن الابن الضال أو الابن التايب زي ما كنا بنحب نسميه. سمعنا عن التوبة وعن محبة الآب. النهاردة عن معاملة الرب للنفس حتى تتوب، إزاي ربنا بيعاملنا. هل هو بيحاكمنا، بيجي للواحد الخاطئ أو الواحدة الخاطية يقول لهم انتوا عملتوا كذا وانتوا مش مستحقين تكونوا قدامي وانتوا وانتوا وانتوا، ولا قلبه مليان بالحنان وبالحكمة وبالألفاظ الجميلة الرقيقة التي بها يجذب الناس إلى التوبة جذب جميل جدا. السيد المسيح له المجد كان في اليهودية. أنا كتير خالص بقول لكم إن بلاد فلسطين على أيام المسيح كانت مقسومة ثلاث أقسام. قسم الجنوب اللي فيه القدس اسمه اليهودية، وبعدين قسم الشمال اسمه الجليل، واللي يمشي بين القسمين لازم يمر على حتة اسمها السامرة. السامرة بين اليهودية والجليل. فيوم من الأيام كان اليهود في المسيح في اليهودية وحب يروح الجليل، ومشي من طريق السامرة. ودي تدينا فكرة أن الإنسان لما بيتنقل في حياته الروحية لابد أن هو تقابله مشاكل. ما فيش واحد في الدنيا ما عندوش مشاكل ولا متاعب. والمسيح جاي من القدس للجليل، أراضي مقدسة، لكن في الوسط قابلت السامرة اللي فيها مشاكل كثيرة وعداوة بين اليهود والسامريين. فجت له امرأة مشي في السكة حوالي مسافة طويلة لغاية لما جه الظهر في أيام أبريل ومايو كده، والظهر ده عند البلاد المقدسة بيبقى حر. فجلس عند بئر، وجد بئر جلس عنده، وكان معاه التلاميذ، والتلاميذ جاعوا وعطشوا، فذهبوا لكي يشتروا من مدينة قريبة أكل للسيد المسيح. المدينة القريبة دي كانت السامرة.
وكان عند اليهود عداوة شديدة للسامريين، لا يشتروا من عندهم ولا يشربوا من عندهم ولا حتى يكلموهم، ويحاولوا يعني يتدنسوا حتى لو انهم قعدوا معاهم وكلوا وياهم. فكانت هناك تعاليم من الجماعة الكتبة والفريسيين مخلية في عداوة جيدة بين اليهود وبين السامريين. فالسيد المسيح قعد عند البير، وطبعا دي لتدبير سابق لأنه يريد أن يخلص نفس السامرية دي، وهي غالية عنده زي أي نفس تانية، عشان ما يورينا أنه محدش يقول في نفسه ده أنا غلبان ولا أنا غلبان، المسيح ما يبص ليش ولا المسيح ما يفتكرنيش. كل واحد منا له قيمة كبيرة عند ربنا، مهما كان صغير، مهما كان خاطئ، مهما كانت خطاياه فوق راسه. لكن لما يجي السيد المسيح، السيد المسيح يروح له ويسافر له مسافة طويلة ويتعب عشان يخلصه. فالسيد المسيح قاعد على البير لوحده لأن التلاميذ راحوا يشتروا الأكل. بص لقى في نص النهار واحدة سامرية جاية ومعاها الجرة بتاعتها عاوزة تملى مياه من البير. الوقت ده ما كانش وقت ملي المياه، تملي النساء بتوع السامرة لما بيملوا المياه كانوا يجوا تملي الصبح، الهواء يكون لطيف شوية عشان لما يشيلوا المية ما يتعبوش هم مروحين. ثم كانوا بيجوا جماعة، مش تيجي واحدة لوحديها للبير، كانوا جماعة مع بعضهم يجوا عشان لما يكون حد عدى ولا حاجة يعرفوا يقوموه ويملوا مع بعض ويرجعوا مع بعض. لكن إلا دي، يبدو أن دي كانت سيرتها في المدينة سيرة ردية، عشان كده ما حدش كان يحب يجي معاها، وعشان كده ما حبتش تيجي مع الفوج اللي بيجي الصبح. فجت في الظهر علشان تملى مية، وراحت بصت لقت عند البير شخص السيد المسيح له المجد. فالسيد المسيح لما رآها عارف خباياها كلها، وزي ما عارف خبايا نحن كلنا، فنظر إليها وأراد أنه هو يجذب معها أشياء التوبة والرحمة. فقال لها أعطيني الأشرة، الحاجة اللي في إيدها اللي تقدر تعملها، أعطيني العشرة. فالمرأة السامرية استغربت جدا، لأن عند اليهود لو واحد شرب من الكاس أو الكباية بتاعت واحدة سامرية أو واحد سامري يبقى عليه شغل طويل أو في الديانة اليهودية، يبقى تعبان خالص قدامهم وناس يقولوا أنه يبقى نجس. لكن السيد المسيح جاء لكي يكسر هذه الفوارق كلها، أعطيني العشرة. فنظرت للمرأة باستغراب، قالت له إزاي تطلب مني؟ ده أنت يهودي وأنا امرأة سامرية وفي عداوة بيننا وبينكم وقوانين كتيرة، ما تخليكش تطلب مني الشرب ده، ما أنا هجيب لك تشرب طبعا في الجرة بتاعتي. الجرة بتاعتي دي مش مقبولة عندكم، اللي يشرب منها بيبقى مدان من عندكم. فسيد المسيح له المجد فتح باب الكلام، وبعدين قال لها لو كنت تعلمين عطية الله. ساب بقى الموضوع بتاع الشرب، هو كان عطشان صحيح لأن الدنيا كانت حر، لكن كان فيه نوع آخر من السلام والبركة عاوز يديها لهذه المرأة. لو كنت تعلمين عطية الله، لو كنت عارفة قد إيه ربنا بيحبك ومين اللي بيقول لك ده اديني الأشرب، كنت أنت اللي طلبت منه فيعطيك ماء حيا. ابتلت المرأة تجذب انتباهها، إزاي ده؟ إزاي بيقول لي لو كنت تعلمين مين اللي بيقول لك اديني الأشرب؟ فبصت له كده قالت له يا سيد تشرب ازاي؟ تديني اشرب ازاي؟ ده انت مالكش دلو، ما معكش جردل، والبير عميقه، الابار كانت ساعتها حوالي 30 40 متر، يعني حوالي 15 دور ارتفاع، لازم الواحد ينزل الحبل وطوله 40 متر عشان ينزل للبير. قالت له لا دلو ولا كل بير عميق، هتجيب له ميه منين عشان اشرب؟ قال لها خلي بالك ان من يشرب من هذا الماء يعطش. مش انت امبارح جيتي واول امبارح جيت، كل يوم بتيجي وتشتاق تخدم ميه وتشربي وتعطش وتيجي تاني، من يشرب من هذا الماء يعطش، لكن الميه التي انا اعطيها لن يعطش الى الابد، بل الماء الذي اعطيه يصير فيه ينبع الى حياه الابديه. ودي الكلمه اللي عاوز اتامل فيها معاكم. انتوا عارفين معظمكم قصه المراه السامريه، كلام السيد المسيح اللي بيقول من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. العالم احيانا يمنحنا عطايا او مياه زي ما بيقول في الكتاب المقدس، لكن عطاياه دايما اللي ياخد منها يعطش. ما فيش حد بيشبع من نعم العالم ولا من عطايا العالم ولا من بركات العالم. اللي عنده مال ما بيشبعش من المال بتاعه، عاوز مال تاني. اللي عنده 1000 دولار
يقول نخليهم 2000 ونوصلوا 2000 يقول طب ويجرى إيه لما يبقوا 5000 ونوصل ل100,000 يقول طب ما في ناس عندهم 200,000. المال اللي بياخده وبيجمعه لا يشبع زي ماء هذا العالم، لأن هذا العالم من طبيعة مياهه أنها لا تشبع الإنسان مهما أعطيت الإنسان من المال، برضه يقول لك هات كمان، لأن عطايا العالم كلها عطايا في داخلها الفساد بتاعها، في داخلها النهاية بتاعتها، فلا نستطيع أبدا أن نشبع منها. إذا تركنا المال، العالم عنده مياه الشهرة مثلا، لو واحد مال شهرة كبيرة في وظيفته مثلا أو في مركزه الاجتماعي أو في عيلته، لا يكتفي بهذه الشهرة اللي هو نالها، بل يحاول باستمرار أن ينال شهرة أكثر. زي الحاجات السياسية، الواحد لما يكون عضو في مجلس المدينة يقولك ليه ما بقاش أنا العمدة، ما بقاش أنا المير ليه، وإذا عمل المير يقولك لا ده أنا عاوز أبقى الجوفرنر بقى رئيس الولاية، وإذا راح جوفرنر يقولك عاوز نبقى رئيس الجمهورية. صدقوني إن برضو رئيس الجمهورية في قلبي يقولوا ليه ما بقاش رئيس العالم كله، لأن ماء العالم لا يشبع. فيه عنصر إنك أنت ما تشبعش، إنك أنت تطلب زيادة ويشعر الإنسان إنه ينقصه شيء، ودي الحاجة الردية في مطالب العالم. أيضا إذا تكلمنا عن ماء الشهوة، الشهوة الإنسانية، الإنسان الخاطي الشهواني، إن كان شهوة أكل أو شهوة الجنس أو شهوة الخمور والحاجات دي كلها، لا يشبع مهما نال، يشعر في نفسه أنه ناقص ويريد أن ينال مرة أخرى. ولذلك يقول الكتاب المقدس أن كل هذا العالم يبيد، أما من يحفظ كلمة الله فهو يبقى إلى الأبد. مهما نلت من شهواتك، لكن هتبص في الآخر نفسك تعبانة، صحتك وكرامتك تروح، وتبقى عطشان ومشتاق أنك أنت مرة أخرى تفعل الخطية. هناك أناس زي ما سمعنا الأسبوع الماضي يبقوا عمالين يرعوا الخنازير، يرعوا الخنازير ده تعبير عن أن واحد عمال ماشي في الخطايا وفي الشهوات، ويصل به الأمر أنه عاوز يعمل الخطية مش قادر، عاوز يأكل من خرنوب الخنازير مش عارف يأكل منها، لأن الشهوة إذا كسرت في الإنسان تنشئ فيه ضعف شديد ضد التملك عليه. أيضا لا أنسى أن أكلمكم عن العالم لما يدي للناس ماء الخمر والمخدرات والحاجات دي كلها، الذين يشربون الخمر، الذين يشربون السجاير، الذين يمشوا وراء المخدرات لا يشبعون. ما حدش ابدا خد كوبايه خمره ولا كاس خمره وقال كفايه بعد انا شبعت خالص، ما حدش قالها ابدا، بل دايما يقولوا ما خدهاش مره تانية ليه، طب ما احنا في العيد بنشرب الخمره، طب مش عارف مين بيشربوا الخمره. الانسان الذي تعود على المكيفات او المسكرات او الخمور تبقى حياته كانه عبد لهذه الامور، عبد ما يشبعش مهما قلت له الحاجات دي كلها مضره لصحتك، مهما قلت له الحاجات دي كلها مضره لمستقبلك، لكنه يكون عبدا اسيرا لهذه الامور كلها. اتذكر كنا نقرا عن قصه عن رجل تعود السكر، وكان ياخذ كل شيء ياتي للعائله عشان يشرب بيه، وكانت امراته واولاده في حاله من الضنك الشديد، بينما هو لا يدري بعد ما يطلع من شغله يروح عند الخماره يقعد يشرب لغايه لما يرجع بيته مش دريان، ينام مكسر ويصبح الصبح يروح الشغل بتاعه مش دريان. وكم من الناس يوعظوه يقولوا يا فلان عيلتك امراتك واولادك تعبانين جدا، فكان لا يلقي اليهم هم، لان شهوه الخمر وماء الخمر ده مخليه مش عارف يشبع. فيوم من الايام مرضت بنته الصغيره، وكان يحب هذه البنت، فجت مراته قالت له طب واخرتها ايه بقى، بنتك هي مريضه جدا عاوزين نوديها للدكتور. قال لا لا دلوقتي تصحى يا ابني، عاوزين نوديها للدكتور دي غلبانه هتموت مننا. قال لها لا 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 مش معقول، انا اصلا عندي ميعاد النهارده مع الخواجه فلان ده، وبرضه رجع ولم يعطي اي اهتمام لبنته التي كانت في البيت، وماتت البنت. ولما ماتت البنت جم ناس يعزوا، فوجدوا البنت ما مش 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 عارفين يكسوها بحاجه، فواحد من الجالسين صعب عليه الامر راح اشترى جزمه صغيره وحطها في رجل البنت دي. تقول القصه ان هذا الرجل السكير اللي عنده الخمر ده لما رجع عشان حتى على الاقل يشوف بنته قبل ما تموت، لاحظ الجزمه الجديده الموجوده في رجل بنته، ف
فبكل اقول عليها ايه دي مش عارف بكل ايه خلع هذه الجزمه وراح يبيعها عشان يشرب كاس خمر تاني. بتخلي الانسان اقل من الوحوش. العاده لما تتملك من الانسان بتخليه اقل من الوحوش. وليه الانسان يستعبد ليها؟ ما انت حر، ربنا جعلك حر وانت حره، ربنا جعلكم احرار. ليه تستعبدوا لعادات معينه وتشربوا من ميه العالم اللي لا تروي؟ من يشرب من هذا الماء يعطش وتبقى حياته حياه مربكه، لكن من يشرب من النعمه الازهيه التي يعطيها الله فلن يشرب الى الابد. ولذلك الجماعه الهوملس اللي موجودين هنا في امريكا، انا كنت بستغرب الاول حاجه اسمها الحاجات اللي بيدوها الفلوس للناس دول، فكنت بسال ليه دول الجماعه دول ما يروحوش عند الجماعه اللي بيدوا الفلوس احسان دول ويدوا له فلوس يعيشوا. تبين ان الجماعه دول مش عاوزين احسان عشان يعيشوا، مش عاوزين يشتغلوا. ده الخمره والمكيفات تسلطت عليهم بحيث انهم عاوزين يعيشوا احرار، ما حدش يراقبهم، يباتوا في الشوارع زي ما يباتوا ويعملوا الذي يريد ان يعملوه، ولكنهم لا يلجأوا ابدا لحد عشان يتحكم فيهم. كان في واحد من هذا النوع عندنا في الكنيسه هنا بيجي باستمرار ويقول للناس ابونا مش راضي يديني فلوس، ادوني فلوس عشان اكل. فكان ناس كتير قوي يحنوا عليه، فاحنا علشان يكون ضميرنا وضمير الناس مستريح وصينا اثنين من الاخوه انهم يوكلوه ويشربوه وينيموه على اخر درجه، وهو راجل من الهوملس اللي بقول لكم عليه ده. ففعلا اخذوه قالوا له انت اللي انت عاوز تاكله المحل الفلاني ده هيوكلك احنا موصيينه. قال لهم لكن انا عاوز بوكيت ماني في ايدي. قالوا لا بوكيت ماني بلاش، حكايه البوكيت ماني دي اجلها شويه، انت هنوكلك ونشربك وتنام، وضمنا لك حته تنام فيها وتبقى عارف خالص، ونوضبك ونجيب لك هدوم وكل حاجه. قعد على هذه الحاله دي اسبوع وبقى متضرر جدا، وكل شويه يجي لي يقول لي يا ابونا طب بس حتى 20 دولار في ايدي. اقول له انت محتاج لايه؟ هتعمل ايه بال 20 دولار؟ ما هم بيوكلوك ويشربوك وينيموك يا راجل. قال بس حتى اجيب اي حاجه تجيب ايه؟ قال لي احد الاخوه من اللي كانوا بيعتنوا بيه انهم مره خدوا بالهم منه وادوا له حاجه بوكيت ماني وشافوه هيعمل ايه بالبوكيت ماني ومشي وراه من بعيد، لقوا خد فلوس ودخل الخماره عشان يشرب بيها الخمر، مع ان كل العنايه دي كانت معاه، لكنه كان يؤثر ان هو وطلع من الحته اللي بينام فيها وما رضاش يروح ياكل، وفضل بالاحرى ان هو يبقى هايم على وجهه من انه يعيش عيشه طيبه. بيبقوا حياتهم حياه مسكينه، حياه مسكينه، وتفكيرهم تفكير ضعيف لان العالم ملا فكرهم، ولانهم بيظنوا ان كل ما بيشربوا من ماء العالم يرتوي. قال السيد المسيح من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. امال ايه الحاجه اللي احنا نحاول ان نكون متمسكين بها؟ برضو ما انساش اقول لكم على حاجه من مياه العالم اللي الانسان ما بيشبعش منها، ماء العلم. في ناس من محبتهم للعلم كل حياتهم مكرسه للعلم. انا احب الناس المتعلمين، لكننا بنتكلم عن الناس نسيوا العالم كله ونسيوا الكنيسه ونسيوا اولادهم ونسيوا عيلتهم وكرسوا حياتهم انهم يزدادوا من العلم. خد ماجستير يبقى عاوز دكتوراه، خد دكتوراه عاوز مش عارف اف ار اس سي، عاوز خدها عاوز يبقى انسان لا هم له في حياته. تقول له الكنيسه، تقول له الله، تقول له الصلاه، تقول له الانجيل، يقول لك لا لا انا لا جعل. انا عندي احسن، عندي الباراسيتولوجي اقعد برضه الناحيه دي. من يدخل في هذا الموضوع لا يشبع. مين اللي يقدر يقول ان هو يخلص العلم؟ لا يشبع ابدا. لكن من يكون مع الله يكون دائما في ري وحياه مباركه. اللي يشبعنا نعمه المسيح لما يكون المسيح معانا، لما يكون احنا ناس ماشيين في سكه ربنا، لما يكون سعادتنا في اننا نكون مع الله، لما يكون علاقتنا بالله كويسه، نشعر بسلام عميق، نشعر بأن نعمة الروح القدس اللي حل فينا بتملأنا كفاية عظيمة ولا نستطيع بعد ذلك أن نجد كفاية أكثر. الإنسان المسيحي هو اللي يقول له يا رب أعطيني من هذا الماء لكي لا أشرب، لكي لا أعطش ولا آتي للعالم عشان أستقي منه. اديني من ماء النعمة بتاعتك، اديني من نعمة الروح القدس عشان أبقى إنسان مهم للآخرين، محب للآخرين، محسن للآخرين، نافع للآخرين. اديني أن أكون إنسان حافظ لطهارتي وقدستي ونقوتي قدامك. اديني أن أكون إنسان نافع في الكنيسة ونافع في المجتمع ونافع لعائلتي. حل بروحك القدوس علينا عشان نكون أناس مسيحيين إلى نفس الأخير، لكي نستطيع أن ننال نعمة وبركة الرب يسوع المسيح. ربنا يعطينا برحمه ونعمه وبركاته لكي نحيا في اسمه كل حين له المجد الدائم إلى الأبد. آمين.